وقبل إسلام أبي هريرة، نعم، وبعد عمرة القضاء الشهيرة. هذه عمرة، العمرة هذه ليست قضاء للعمرة الأولى، وإنما هي العمرة التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عليها، مفهوم؟ هذه ليست عمرة تقضي العمرة الأولى قضاء، لا، إنما التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة واتفق معهم عليها أنه يأتي في العام التالي. نعم. والرسل في المحرم المحرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب إلى الملوك. نعم. أرسلهم إلى الملوك فاعلمي.